معركة الحديدة تثير سؤال الحرب في اليمن، إسقاط الانقلاب أم مجرد إخضاع سياسي؟ سؤال تكشف الإجابة عنه تداعيات توقف معركة الحديدة، ومن يدير المعركة لديه الإجابات الجديدة. معركة دون تحقيق منجز كامل يرفع مخاطر الكلفة الإنسانية. أهلا بكم. توقفت معركة الحديدة ونشطت جبهة الدبلوماسية. التضارب في التصريحات الحكومية يحمل مؤشرات على غياب الشرعية عن أمر الحرب وإيقافها. فمصدر عسكري محسوب على الشرعية يقول العمليات الهجومية توقفت مؤقتاً لإتاحة الفرصة للمنظمات الإنسانية لإجلاء كوادرها ونقل بعض الجرحى وفتح ممرات آمنة لمن يرغب من السكان بالنزوح إلى خارج المدينة. فيما يؤكد آخر على أن الهجوم على المدينة لن يتوقف تماماً إلا بتحرير الحديدة والساحل الغربي بالكامل. ما تقوله التحركات الدبلوماسية تؤكد أن الضغوط الدولية تمضي لوقف التصعيد العسكري والعودة في اللحظة الحرجة إلى مربع المشاورات. أرجحت اليمنيين بين الحرب ودعوات السلام كما يقول مراقبون ليست سوى ترحيل مميت لمأساة اليمنيين في ظل سلام محكوم بالفشل وحرب تمضي بلا أفق ولا قرار بالتحرير. بعد أكثر من أسبوعين على انطلاق معركة الحديدة وتوغل قوات الجيش في أحياء المدينة، توقفت المعركة وتركت مصير الحديدة وسكانها في قلق وخوف من حالة لا حرب ولا سلم. كان القرار إماراتيا واضحا بتوقف المعركة فيما تبينت مواقف الحكومة الشرعية بين مؤكد وناف. قرار وقف الهجوم بحسب الإماراتيين يهدف لإعطاء فرصة لإطلاق المشاورات التي أعلنت عنها الأمم المتحدة قبيل نهاية العام الجاري، في حين بات من الواضح أن النزاع على الحديدة يحظى باهتمام عالمي. بدأ ذلك من حالة السخط السياسي والدبلوماسي الدوليين وتحذيرات تداعيات الكلفة الإنسانية للمعركة. أثارت لافتة سلامة المدنيين البالغ عددهم 300,000 نسمة المخاوف من توقف خط الإغاثة الإنسانية عبر ميناء الحديدة. يبدو أن الضغوط الدبلوماسية التي تقودها كل من لندن وواشنطن لخوض محادثات سلام أثمرت وقف المعركة في الحديدة، لكنها لم توقف الحرب. يقول مراقبون إن ترك المعركة في منتصفها دون فعل ناجز على الأرض يجعل المدنيين أيضا عرضة لقصف مستمر من كلا الطرفين، ويترك الباب مواربا لكل الكوارث التي تتركها الحرب في أجساد اليمنيين ويومياتهم. فاليمنيون اليوم واقعون في حرب توازنات قوى دولية لا تنظر إليهم إلا من خلال مصالحها. المواقف المتضاربة من معركة الحديدة كشفت نقاط الصراع وتباينات المواقف الدولية والإقليمية في تأكيد واضح على أن الحرب في اليمن أداة إخضاع سياسية ولا علاقة لها بالتحرير. موازين القوى الدولية يبدو أنها تميل إلى التشكيك في نوايا التحالف، وصلت حد انعدام الثقة بقدراته على الحفاظ على ميناء الحديدة، خصوصا أن تجاربه مع الموانئ اليمنية وعلى رأسها ميناء عدن قلب الملاحة اليمنية المعطل باتت واضحة. سياق تمضي معه دعوات وقف تسليح السعودية التي باتت بنظر العالم لا ترى في الحرب اليمنية سوى معركة استنزاف يدفع فيها اليمنيون الثمن باهظا. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الباحث السياسي خالد عقلان هنا في الاستوديو، وأيضا سينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير بداية أستاذ خالد. تحية لكم المشاهدين الكرام. أهلا بك. إذن بالأمس أعلن أنور قرقاش إيقاف معركة الحديدة لما قال أنه ترك نافذة للمشاورات القادمة والتي ترعاها الأمم المتحدة. ما رأيك بهذا التصريح؟ في الحقيقة هو يعكس أن هذه المعركة لم تعد معركة الشرعية اليمنية في الأساس، وأن التصريحات التي تصدر من الإمارات توحي بأن
القرار الشرعية اليمنية يصادر وبطريقة فجة، ويتم يعني بطريقة تصل إلى مستوى عالي من الوقاحة، أنه يتم إعلان العملية العسكرية وإيقافها من وزير الشؤون الخارجية في الإمارات، وبالتالي هذا يعد يعني تجاوزا من الناحية الدبلوماسية، ويعد كذلك انتهاكا صارخا للشرعية اليمنية، وهذا يجرف المعركة من كونها معركة اليمنيين في مواجهة الانقلاب إلى معركة لا علاقة لليمنيين بها، وكذلك لا علاقة للشرعية بها. كما هو معلوم أن الشرعية مبعدة تماما من هذه المعركة، فالألوية التي تقاتل أو ما يسمى بمصطلح القوات المشتركة، هذا يعد تهرب من يعني من 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 تحديد من تحديد مسار المعركة الوطنية مع الانقلاب. فبالتالي القوات المشتركة التي تضم قوات طارق صالح وتضم بعض الميليشيات وتضم بعض القوات التي من الجيش اليمني التقليدي، لكنها في الحقيقة لا تخضع للجيش الوطني ولا تخضع لهيئة الأركان اليمنية. هناك هذه المجاميع العسكرية من ميليشيات وغيرها تتلقى أوامرها من خارج إطار الشرعية اليمنية، فبالتالي نحن أمام حالة عدمية توحي بأننا أمام مشهدا يتكرر يعني كل فترة، خاصة فيما يتعلق بمعركة الحديدة. ويبدو أن استنزاف جميع الأطراف أصبح هدفا يعني واضحا من الإمارات والتحالف السعودي الإماراتي، الذي أصبح يستنزف الجميع من أجل أن يكون في المستقبل يستطيعون رسم خارطة نفوذ على الأرض بعد إنهاك كل الأطراف. إذن ينضم معنا أستاذ خالد الأستاذ الحسن طاهر، وهو محافظ محافظة الحديدة من هناك. مساء الخير أستاذ حسن. حياك الله يا مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك. اذا بعد تصريحكم استاذ حسن يعني بانه تتم جهود لتسليم المدينه والميناء سلميا، حدثنا اكثر حول هذا التصريح. هو التصريح يعني فهم خطا. انا نعم قلنا لا نحن نقبل وقف الحرب على اساس انه يعني يخرج الحوثي من الميناء ومن المدينه ومن المحافظه. لكن هو ترجم خطا. على كل حال انا سمعت نبذه من كلام الاخ الضيف. انا طبعا لست معه في هذا. نحن الان نحارب تحت ظل الشرعيه، وانا كمحافظ محافظ الشرعيه، ولن اقبل شيء غير 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 غير, غير شرعيه الدوله. لكن على كل حال نحن اتكلم الان عن ابناء تهامه. ابناء تهامه مصرون على التحرير، سواء توقفت الحرب او توقف. نعم سنستمر في كفاحنا. نعم. ولن نتوقف ولا نتبع لاي احد. نعم. اذا يعني هل حددت لنا الان هل توقفت الحرب في الحديده او عمليه تحرير الحديده ام لا؟ لان هناك اكثر من تصريح وتضاربت التصريحات، ولا نعلم فعليا من المخول بتحديد ما اذا كانت توقفت العمليه ام لا. هي عمليه هدوء، طبعا هدوء يعني هدوء حذر. لا زالوا هم طبعا يحاول من وقت لاخر يعتدوا هنا او هناك، لكن نحن يعني بالمرصاد لا اننا مدافعون، نحن مهاجمون. ولكن ايضا اليمن هي ضمن منظومه دوليه، اذا هناك في فرص للسلم اهلا وسهلا، ولكن السلم المشرف، السلم الذي يعطي الناس حقوقها. اما ان يعني شخص او جهه معينه دائما 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 ما تنقض عهودها، ودائما ما يعني لا تفي بوعدها، وعندما تكاد تهزم او تطرح ارضا يتدخل المجتمع الدولي لانقاذها. نعم، وهذا ما تم ملاحظته. يعني هذه ثالث مره يتم الاعلان عن هذا الكاس. كثيرا شربنا منه، كثيرا الكاس هذا شربنا منه في رمضان وبعد رمضان وهذه المره. نعم. اذا يعني الان ربما هذه ثالث مره يتم فيها الاعلان عن تحرير المحافظه، ويعني تذهب المعركه الى المنتصف وتتدخل او يتدخل المجتمع الدولي لايقافها. الان اذا يعني رفض الحوثي تسليم الحديده طواعيه كما تقول، نحن نعلم ما الذي تعنيها الحديده بالنسبه له، هي المنجم الذي تدر عليه الامدادات والدخل ايضا. نعم.
نعم. إذا رفض ذلك وهناك أيضا يعني ضغوط لإيقاف الحرب، ما أنتم فاعلون؟ تصوري نحن، طيب تمام أنا معك، تصور نحن الآن في منتصف، نخاف نكون في منتصف المدينة، كيف الرجوع من هذا المكان؟ كيف الرجوع من هذه المواقع؟ من الصعب، من الصعب جدا. فالتسريب هو تسريب يعني لابد منه، تسريب سواء سيخرج منها سواء حربا ام سلما. نحن الان صعب اننا نعود الى الوراء، وصعب الرجوع، وصعب تصديق هذه الوعود الكاذبه، وصعب ايضا تصديق الوسطاء الامميين الذين يتدخلوا دائما دائما وابدا لانقاذه. اعتقد ان الحرب ستستانف قريب، وما هي الا فتره وجيزه، وسيتضح لهم كذب هذه الفئه. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الحسن طاهر محافظ محافظة الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أعود إليك أستاذ خالد، إذا هناك إصرار على تحرير المحافظة كما تفضل المحافظ، ولكن أيضا هناك احترام لما يقره المجتمع الدولي. إذا الحديدة بين خيار الحرب والسلم، بين الضغوط الدولية وبين قرار استمرار المعركة، أين يمكن أن تقف؟ وفي الحقيقة الحروب الطويلة في يعني من اجتماعيا الحروب الطويلة لا تستهدف الأطراف المسيطرة على السلطة. الحروب الطويلة غالبا تستهدف إعادة رسم المجتمع وإعادة ترتيب الخارطة وإحداث جروح عميقة في المجتمع ونتوءات كبيرة من أجل إعادة رسم الخارطة الديمغرافية من جديد. يعني ما الذي يجري في الحديدة منذ 6 أشهر؟ هناك معركة لا تستنزف إلا أبناء الحديدة والمواطنون البسطاء، ويتم من خلال هذه المعركة التي تأخذ الكر والفر بطريقة مريبة خارج إطار المشروع الوطني، يتم إفراغ هذا الساحل الغربي تماما من السكان. لدينا أكثر من 80 حسب التقارير الأممية 80,000 أسرة، ما يعادل 450,000 مواطن يمني من أبناء الحديدة تم يعني نزحوا وتركوا هذه المنطقة الجغرافية المهمة في الساحل الغربي، ولا يوجد من يهتم بهؤلاء النازحين، لا الحكومة الشرعية ولا التحالف ولا المنظمات الإنسانية. حتى بعضهم من الذين ذهبوا إلى عدن تم إطلاق النار عليهم من قبل ميليشيات انفصالية مدعومة من الإمارات، وهؤلاء نازحون أتوا من الحديدة. بعضهم لو تسلطون الضوء عليهم في عدن يعيشون في مقابر في عدن، يعيشون في مقابر في عدن. فبالتالي نحن أمام فشل على الصعيد الإنساني، وفشل على الصعيد السياسي، وفشل على الصعيد العسكري. كل هذه المعركة التي تدور في الساحل الغربي هي هدفها يعني تمكين يعني المخا. على سبيل المثال المخا أخرجت ميليشيا الحوثي منها قبل حوالي عام، إلى الآن لم تسمح الإمارات التي توصف الآن شعبيا بأنها قوة احتلال، لم يبقى إلا التوصيف الشرعي، التوصيف الرسمي لممارسات الإمارات وممارسات السعودية في اليمن بأنهم قوة احتلال، لم يبقى إلا التوصيف الرسمي. وهناك إبعاد كامل لكل من يحاول أن يعلي من قضية السيادة الوطنية. المفلحي أبعد، بن دغر مع اتفاقنا واختلافنا معه إلا أنه كان يعلي من مسألة السيادة الوطنية، ولديه مفهوم يعني رجل يعني يفهم تراتبيات ومتطلبات السيادة الوطنية، وأتوا برئيس وزراء ولا يعدوا عن كونه موظف مع الأسف يعني مع السفير السعودي. فبالتالي نحن أمام إشكالية كبيرة جدا لدى النخبة السياسية. يعني لماذا يتم هل يعني إلى هذا الحد؟ يعني هل أتيحت الفرصة لأن نوصف هذه التوصيفات يعني لرئيس الوزراء؟ هل أتيحت نائب رئيس الوزراء؟ التحالف لا يريد الحسم في اليمن. هناك هذه الحرب وصفها الأمين العام للأمم المتحدة قبل عام أنها حرب مجنون، حرب غبية، لأن الذين يقومون بها مجموعة من الأغبياء والمجرمون في الوقت ذاته، حينما يكون هناك غبيا يقود معركة وحاقدا ولديه أحقاد تاريخية، تكون النتائج أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم منذ 100 عام. فبالتالي نحن أمام أكبر أزمة إنسانية، ومعركة الحديدة هذه هي في إطار تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، ليس المستهدف منها تحرير الإنسان اليمني، ولا المستهدف منها استعادة الشرعية، ولا المستهدف منها إسقاط الإنقلاب.
سيكون هناك في الأيام القادمة يعني ترتيبا، وستكون هناك بعض القوى الدولية تعيد ترتيب المشهد اليمني. نعم، هذه القوى الدولية خالد اسمح لي، سيكون ضمن المشهد السياسي. كلما جاء قرار تحرير الحديدة وتم المضي لتحريرها، نعرف تماما أي هجمة يجدها المجتمع الدولي، وتعلى الأزمة الإنسانية دون حلول حقيقية، الخوف من كارثة إنسانية إذا ما أغلق أو إذا ما حرر أيضا الميناء. كل ذلك ألا تجد أن الضغوط هي دولية أكثر من أنها يعني إخفاقات عسكرية؟ هي تحمل الجانبين، يعني هناك هدف سعودي إماراتي استنزاف اليمنيين كلا الأطراف، سواء الحوثيين أو يعني الذين ينضون ضمن قوات المقاومة الوطنية والجيش الوطني. هناك محاولة لاستنزاف الجميع من أجل فرض خارطة نفوذ على الأرض، وسيكون الحوثي ضمن أحد هذه يعني أحد هذه يعني الخيارات التي تطرح في السيطرة على جنوب السعودية. أمريكا لا تريد الإنهاء الحوثي، تريد إبقاء الحوثي كبعبع، والسعودية لا ترغب بإنهائه، لأنها لديها عقدة أن من سيستفيد، يعني عقدة غبية جدا، من سيستفيد من القضاء على الحوثي؟ المشروع الوطني، وهم لا يريدون في الحقيقة أن يكون هناك مشروعا وطنيا حقيقيا. فبالتالي يجتمع الغباء السعودي مع الرغبة الأمريكية التي تحاول إعادة ترتيب المنطقة في الحفاظ على الانقلاب، ولو كان مسيطرا على منطقة بسيطة من الجغرافيا اليمنية، ليكون هناك بعبع. لمن سيبيع ترامب الأسلحة إذا لم يكن هناك بعبع في الجنوب؟ وهذه مهمة جدا. والأمر آخر، نحن لا نستطيع أن نبرئ، يعني في الحقيقة الذين وفروا هذا الغطاء للعدوان السعودي الإماراتي هم الحوثيون. فالحوثيون هم الذين مثلوا الذريعة، وكانوا شركاء في إسقاط العملية السياسية، وكانوا شركاء لهم في كثير من المحطات، وبرعاية أممية. كان الممثل الأمين العام أو بن عمر كان أحد مهندسي الانقلاب، فالحوثي كان هو أداة للسعودية وللإمارات في الانقلاب على العملية السياسية. وبالتالي نحن نعتبر أن العدوان الحوثي والعدوان السعودي الإماراتي هما وجهان لعدوان واحد، وكلاهما يمارسان عدوانا يعني ظالما على الشعب اليمني. والمطلوب أن يكون هناك يعني قوة يعني صدقا من المنظمات الدولية والإنسانية والأمم المتحدة في تكييف المشهد الذي يحصل في اليمن، هناك أزمة إنسانية خالد تستهلك حياة اليمنيين. نعم، أن ينضم معنا أيضا الصحفي غمدان اليوسفي عبر الهاتف من هولندا. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك. إذن للمرة الثالثة خلال هذا العام يتم إعلان تحرير الحديدة وتوقف المعركة بالمنتصف تقريبا، ما هو تفسيرك؟ ما زال أعتقد أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد وضوح في ما يتعلق بمعركة الحديدة. ربما كنت قد تحدثت في وقت سابق من هذا المنبر تحديدا، وقلت أنه هناك أكذوبة اسمها الضغوطات الدولية. ربما لست مقتنعا، يعني نقول بنسبة 60 إلى 70% من الحديث عن مسألة الضغوطات لإيقاف الحرب في الحديدة، والإشكالية ربما أيضا مرتبطة بإدارة المعركة بشكل كلي، ويعني خصوصا إنه الحكومة اليمنية أو لنقول يعني الدولة بكل تفاصيلها في اليمن ليست راضية بالمرة على إيقاف معركة الحديدة، خصوصا في هذه المرة، يعني كون العمليات باتت على وشك تحقيق انتصار كبير، وبالتالي يعني هناك امتعاض كبير من يعني من الأطراف في المشهد السياسي التابع للشرعية. والأمر الآخر الذي يتعلق بالوضع السياسي الدولي أو العلاقات اليمنية مع يعني نقول مع المجتمع الدولي، وهو المرتبط باللجنة الرباعية التي اجتمعت يوم أمس أو اليوم، يعني أمس أو اليوم، يعني وخرجت بالبيان الذي يتحدث فقط عن الذي تحدث في فقراته فقط عن الوضع الاقتصادي، وأبعد موضوع النقاش السياسي جانبا. والملفت فيه أنه يعني أربع دول تتحدث عن وضع يمني، ويعني في ظل غياب الممثل اليمني الذي يفترض في حال أنه هذه الدول التي هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في حال أنها كانت هي من ضغطت على إيقاف الحرب،
يعني لدواعي إنسانية. يعني في المقابل كان يفترض أنه تكون يكون هناك ممثل للحكومة الشرعية في هذا الاجتماع للحديث أيضا عن ماذا قدمتم أنتم يعني كولايات متحدة وكبريطانيا. اليوم أنتم تحدثتم في البيان يعني الذي صدر عقب الاجتماع عن المنحة السعودية وال200 مليون دولار وإضافة ال60 مليون دولار شهريا التي هي يعني وقود في المحطات الغازية. طيب هذه تقدمها للمملكة العربية السعودية، إذا المجتمع الدولي ما الذي تقدمه أنتم فقط لكي تضغطوا وتتحكموا أنه المعركة اليوم تصلح أو لا تصلح؟ يعني هذا الغياب لإدارة التوازنات الدولية من قبل الحكومة اليمنية، بل أيضا غياب الرئيس عن المشهد بشكل كلي، هناك تعيينات حصلت ولا يستطيع هؤلاء أداء مهامهم بسبب أنه عدهم يعني لم يؤدوا اليمين الدستورية. كل هذه الإشكاليات مرتبطة أيضا بقوة الرئاسة، بقوة وجود خارجية قوية، وجود دبلوماسية يمنية قوية. أعتقد أنه نحن المتسببين كل هذا في هذه المرة. نعم، لكن يعني اسمح لي أستاذ غمدان، يعني إذا ما افترضنا يعني صحة كلامك بأنه لا يوجد أي ضغوط دولية أو أنها شماعة لإيقاف هذه الحرب، لما يعني تسرف أو يسرف التحالف وقته وماله وجهده أيضا في معركة لا تتم، يعني يتم الإعلان للمرة الثالثة ويتم التوقف؟ ما هو سر التوقف إن لم يكن ضغوطات خارجية برأيك؟ لماذا لا يعني لا نكون لدينا حس مؤامرة عالي ونقول انه يعني لإحراق اكبر عدد ممكن من احد الاطراف المشاركة في هذه المعركة، يعني من العسكريين، ربما تريد هذه الدولة او تلك التخلص من جماعة معينة فتحرقهم في هذه المعركة. يعني لا يعني يمكن ان نفكر بأي طريقة اخرى، ويمكن أيضا أن نقول أن هناك يعني ضغوط دولية، لكن هل الضغط الدولي يمكن أن يحمل يعني يحمل طائراته ودباباته لإيقافك على أبواب ميناء الحديدة مثلا؟ أعتقد أنه الموضوع يعني أكبر من أن نصدقه بهذه البساطة، خصوصا أنه يعني الحكومة معترضة، يعني لا أقول الحكومة بشكل يعني كحكومة ممثلة برئيس الحكومة أو غيره، لكن كل الأطراف سواء من مكتب الرئاسة إلى أصغر مسؤول في الحكومة الشرعية يرفض إيقاف المعركة. إذا ما دام وهناك حتى الأطراف التي هي قريبة من الإمارات العربية المتحدة رافضة لإيقاف المعركة، فالمسألة قد تجاوزتنا وأصبحت فقط مجرد يعني 4 أشخاص يجتمعون هناك من 4 دول ويديرون ويقررون متى تتوقف المعركة ومتى تستمر. يعني اليمن خارج المشهد، الوضع نعم خارج اليمن خارج المشهد. أستاذ غمدان، ليس فقط على مستوى اللجنة الرباعية ولكن أيضا على مستوى التصريحات. يعني نعلم تماما في المرة السابقة من أعلن إيقاف الحرب ومن أعلن بدأها، وهذه المرة أيضا أو تحرير الحديدة، وهذه المرة أيضا أنور قرقاش يعلن إيقاف المعركة في مناطق الحكومة يتحدث عن عدم أو ينفي إيقاف المعركة، وشهود عيان من داخل الحديدة يعني يتحدثون عن هدوء وسكون غير عادي خلال الأيام الماضية. ففعلا يعني هل نستطيع القول أن اليمن بحكومتها وجيشها المفترض يعني خارج هذه المعركة تماما؟ والله هذه المسألة أعتقد أيضا مرتبطة بنائب رئيس الجمهورية الذي هو يعني مفترض أنه يكون لديه التفاصيل حول الملف العسكري، ولكن نائب رئيس الجمهورية أعتقد يعني لديه يعني مواضيع عجيبة ولديه لقاءات ونقاشات يعني بعيدة عن المهمة التي يعني يفترض أن يكون مكلف فيها، خصوصا في ظل غياب رئيس الجمهورية. إذا يعني سيظل هذا الملف غامض في مكتب نائب الرئيس وفي يعني حلقة التواصل التي هي بين القيادة العسكرية المشتركة بين اليمن والسعودية أو اليمن والتحالف بشكل عام. فيعني هذا الملف الغامض الذي سنظل نحكي فيه، وأنا يعني أعتقد كتبت قبل يعني أثناء المعركة الجديدة حين تحركت وقلت أنه هناك يعني هناك ناس كثيرين يعتقدوا أنه سيتم تحرير الحديدة، ولقيت يعني ردود فعل عجيبة في هذا المنشور قبل هذا المنشور. وأعتقد أنه كأنه خلاص يعني صار لدينا تجارب وأصبح من السهل أنك تستقرئ ما الذي يمكن أن يدور يعني في هذا الملف. ويعني
ننتظر الآن ما الذي ستخرج بالأيام القادمة، خصوصا حتى في الملف الإنساني. أنا يعني حتى اليوم أشاهد موقع السفارة البريطانية تشارك المعونات التي قدمتها المملكة العربية السعودية، ويعني مثير للسخرية هذا الأمر. أنتم ما الذي قدمتم؟ يعني المشكلة يعني في اليمن ليست مشكلة أين ستصل هذه المعونات، بل المشكلة من أين ستأتي. يعني ما الذي قدمتم؟ وهذا السؤال يجب أن يطرح على هذه الأطراف التي يعني تستفيد اليوم فقط من وضع السعودية فيما يتعلق بملف خاشقجي وملفات أخرى، بينما اليمن هي على يعني في 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 سياق آخر مختلف جدا، والضغوطات حول إيقاف المعركة يعني ضغوطات غير حقيقية، ولن يحملوا دباباتهم لإيقافك، ولكن يعني نوع من الابتزاز. وبإمكان أعتقد أن هذه القوات تواصل التقدم، ولن يعني ولن يقف أمامهم لن تقف أمامهم دبابات بريطانيا ولا أمريكا. نعم، أنت تحدثت ربما أستاذ غمدان حول يعني دور مكتب نائب رئيس الجمهورية أو دوره هو شخصيا، يعني كونه محمل لهذا لهذه المهمة، ولكن يعني هناك من يقول أن القرار أصلا مختطف وهو بيد الرياض وأبو ظبي إن صح القول، فهل تتفق مع ذلك؟ يعني هذا الكلام أصبح أعتقد أنه أصبح مكرر ومفروغ منه، يعني أنه القرار العسكري من هناك والتصريحات تأتي من هناك وكل هذه التفاصيل تأتي من هناك، ويعني الحلقة الوصل في الحديدة هي طارق محمد، يعني طارق محمد عبد الله صالح، وليس قيادة المنطقة العسكرية يعني التي والذي يفترض أن يكون هناك قيادة منطقة عسكرية وهي التي تتولى إدارة هذه الألوية وما إلى ذلك من تفاصيل تتعلق بالإدارة بإدارة المناطق العسكرية. لكن اليوم نحن ندرك أنه هناك قناة أبو ظبي وهناك طارق محمد عبد الله صالح، هذا هو المحور الذي يعني تدور من خلاله المعارك في الحديدة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. عودة إليك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني الأستاذ غمدان طرح أكثر من نقطة وربما أبرزها أن لا يوجد ضغوطات حقيقية يعني دولية، وأيضا أين هو دور هذه الدول أو الدول اللجنة الرباعية فيما يحدث في اليمن؟ وللأسف يعني التحالف السعودي الإماراتي أصبح في ورطة حقيقية، وهناك يعني أزمة عميقة جدا في اليمن، وأزمة كذلك في المشهد السعودي داخليا، خاصة بعد حادثة اغتيال جمال خاشقجي. فبالتالي هناك ارتباكا كبيرا جدا في المشهد اليمني وفي المشهد الإقليمي بشكل عام، وتخبط واضح للعيان. ما يتعلق بالأزمة اليمنية، هناك فشلا على الصعيد للتحالف تحديدا وللشرعية، لأن الشرعية أصبحت لا تذكر، يعني الشرعية أصبحت يعني مهمشة وليس لديها أي دور. فهناك فشل على الصعيد السياسي والإنساني أولا، وهذا جر يعني غضب المنظمة الدولية بشكل كبير جدا، فشل في الصعيد الإنساني والسياسي والعسكري كذلك على الأرض، فبالتالي وكذلك على المستوى الاستراتيجي. يعني الميليشيات هذه هي التي قام التحالف أعلن التحالف العربي في وأطلق عملياته العسكرية في مارس 2015 لم يستطع أن يحقق هدفا واحدا، بالعكس يعني تمكن هذا الانقلاب، فبالتالي أصبحت الرياض الآن تحت رحمة صواريخ ميليشيا الحوثي، فبالتالي نحن أمام هزيمة كبرى استراتيجية للسعودية في اليمن. وللأسف الشديد هناك فرضية قديمة سعودية هي التي تجعل السعودية تعيش هذا الارتباك الكبير، يعني هناك رغبة سعودية حقيقية، وهناك أنها لا تريد دولة قوية وتخاف من الربيع اليمني، الربيع الديمقراطي، والدليل على ذلك أنها بالأمس كان هناك حدثا أليما يعني لم يتم الاهتمام به بشكل واسع، وهو أن قوات سعودية تطلق النار على محتجين سلميين يطالبون في المهرة، وقتل أحد المحتجين وجرح آخرون. فبالتالي نحن أمام يعني ارتباكا سعوديا كبيرا، هذا الارتباك سيجر إلى هزيمة استراتيجية كبرى للسعودية. وكذلك يبدو أن هناك كذلك يعني رغبة قوية وأجندة خبيثة جدا بين لتقاسم النفوذ على الأرض ما بين الإمارات والسعودية. السعودية لديها أصبح هدفا يعني تريد أن يكون هناك توسع يعني على الساحة على حدودها الجنوبية، يكون هناك يعني حاجزا بشريا كبيرا وتوسع إلى يعني كيلومترات، وهذه المساحة يتم فيها استنزاف يعني الجيش الوطني، ويتم فيها استنزاف خيرة شباب اليمن يذهبون في هذه المحرقة في معركة، يعني هذه ليست معركتنا
اليمنيين. فبالتالي نحن معركتنا أن نستعيد الدولة وأن نسقط الانقلاب وأن نبدأ بعمليات تحول سياسي وننتقل لمرحلة العدالة الانتقالية. لكن السعودية في الحقيقة هي ترغب بأن تبقى اليمن يعني حديقة خلفية ولا تدرك أبدا أن اليمن هي البوابة الجنوبية للأمن القومي العربي. حينما غابت الرؤية لدى القيادة السعودية ويعتبرون أنفسهم محل الثقة العربي ضاعت المنطقة العربية وأصبح الأمن القومي العربي في مهب الريح. فبالتالي السعودية أمام يعني اختبار صعب يعني قد يودي بها إذا لم يكن لها إذا لم تعمل على مراجعات حساباتها في اليمن وتمكن الشرعية. متى ستراجع اليمن حساباتها إذا أو الشرعية حساباتها؟ لا الشرعية نفسها يعني إذا كان نائب رئيس الجمهورية وهو يعني رجل عسكري ومسؤول عن الجيش يعني لا يوجد لديه أي تحرك يعني واضح على الأرض على الأقل. يعني أنور قرقاش هو من يعلن للمرة الثانية نعم إيقاف المعركة، شيء مستفز في ظل يعني حتى ربما عدم علم الشرعية إلى الآن أنه تم إيقافها. هو في الحقيقة يعني أوصلنا إلى مرحلة الإحباط الشديد أن هؤلاء للأسف الشديد لم يعد لديهم يعني ولا ذرة كرامة من خلالها نستطيع أن نقول أن هؤلاء يمثلون عنفوان الإنسان اليمني. الإنسان اليمني لا يمكن أن يفرط بكرامته، لا يمكن أن يفرط بسيادته، عليهم أن يستفيدوا من تجربة أبناء المهرة، هذه المحافظة الجميلة، المحافظة الطيبة، المحافظة التي استقبلت كل اليمنيين وليس لديها أي أبعاد مناطقية كما يوجد في الضالع وفي غيرها من المناطق التي فيها نفس انفصالي بدعم يعني بإعاز خارجي وإماراتي تحديدا. هذه المحافظة قدمت درسا في السيادة الوطنية. للأسف الشديد يتم حتى إبعاد رجالات الشرعية الصادقة المؤمنين بالفكرة الوطنية. النائب رئيس الوزراء الذي صرح قبل أكثر من عام ونصف قال أن التحالف لا يريد الحسم، إذن هناك أجندة أخرى. الدكتور الأستاذ غباري جواري نعم الأستاذ عبد العزيز جواري قال أن التحالف لا يريد الحسم، وبالتالي هناك أجندة أخرى ومغايرة تماما على الأهداف المعلنة. عليهم أن يعودوا إلى يعني نحن الآن حقيقة نحمل السعودية والإمارات تحديدا مسؤولية الإيفاء بالالتزامات التي قطعوها أمام المجتمع الدولي من التدخل العسكري في اليمن، وإلا سيصبحون مدانين. هناك الآن في كل عشر دقائق يموت طفل في اليمن، هناك مجاعة حقيقية. الآن 8 مليون إنسان في اليمن يعانون من مجاعة كبيرة جدا، نصف الشعب اليمني لا يجدون يعني القوت اليومي. فبالتالي نحن أمام كارثة إنسانية كبرى، هذه ستكون لعنة عليهم ولا يمكن أبدا أن يفلتوا من العقاب، وهم معنيون بأن ينتصروا لأنفسهم في اليمن. الهزيمة في اليمن ستكون هزيمة كبرى لهم. الأمن القومي العربي العراق سلم إلى إيران بطبق من ذهب كما صرح أو كما عاتب سعود الفيصل الأمريكان قبل سنوات حينما كانت السعودية شريكة لأمريكا في إسقاط العراق، وبالتالي ذهب العراق إلى الجيب الإيراني. لبنان فشل، الأمير محمد بن سلمان فشلا ذريعا فيما يتعلق بملف الملف اللبناني وأصبحت القرار اللبناني بيد حزب الله. في اليمن كذلك لم يستطع هذا الأمير المتهور أن يحمي الأمن القومي السعودي. لأول مرة الرياض تصبح تحت رحمة صواريخ ميليشيات. هذه الميليشيات شنت أكبر دولة عربية وأكبر مستورد للسلاح في العالم، تستورد المستورد الأكبر للسلاح في العالم، لم يستطيع القضاء على هذه الميليشيات. فبالتالي نحن أمام هزيمة كبيرة، عليهم أن يراجعوا حساباتهم. اليمنيون ليس لديهم ما يخسرون، سيقاتل اليمنيون على كرامتهم، والمهرة ستكون شرارة الانتصار للقضية الوطنية. والجميع وحقيقة كثير من اليمنيين ممتعضون من قضية يعني عزل بن داغر، لأنه كان لديه حساسية فيما يتعلق بالسيادة الوطنية. مهما اتفقنا أو اختلفنا معه إلا أن قضية السيادة الوطنية تصبح خطا أحمر لكل اليمنيين. نعم، اسمح لي أن ينضم معنا أيضا الأستاذ عبد السلام مهيب، هو باحث وأحد أبناء مدينة الحديدة من هنا من تركيا. مساء الخير أستاذ عبد السلام. مساء النور والعافية عليكم وضيفكم الكرام. أهلا بك. إذن كونك أستاذ عبد السلام من أبناء الحديدة بالتأكيد لديك معلومات حول الوضع الإنساني، ضعنا في صورة الوضع الإنساني في الحديدة. والله بالنسبة للوضع الإنساني في محافظة الحديدة بشكل عام يعتبر وضع كارثي إلى أبعد ما تتصور، يعني كل المكونات أو كل التعبيرات يعتبر وضعا ساويا جدا. فمثلا لاحظ أن الآن يوجد خطة أممية أنهم
أوقفوا معركة تحرير الحديدة، فهذا يعتبر جريمة في القانون الدولي بشكل عام. أن يستخدم القطاع السياسي، القطاع الإنساني كتغطية للوضع السياسي، وهذا يعتبر خطأ في تاريخ السياسة وفي تاريخ الإنسانية وفي تاريخ القانون. فدعيني أحدثك عن الوضع الإنساني داخل محافظة الحديدة. فمثلا داخل محافظة الحديدة الآن يعيش كم هائل من الناس لا يجدون المعونات، سواء من المنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية أو من الأطراف الفاعلة داخل المجتمع اليمني، كذلك حتى على مستوى التحالف لا يوجد إطار أو خارطة تنظيمية لعملية الإغاثة لهذه المنطقة بشكل عام. فنلاحظ أن عملية التحرير الآن وقفت، وهذا يعتبر خطأ كبير. مثلا الآن الجبهات في الجهة الجنوبية، مثلا دعيني أحدثك عن مدينة حيف، المدينة التي حررت منذ ما يعادل 6 إلى 7 أشهر، حررت وكأنها لم تحرر، يوميا تمطر بالهاونات وجميع أنواع الأسلحة، فلا يخلو يوما إلا ويحصل ويقع فيها شهيدا. كذلك دعيني أحدثك عن مدينة التحيتاء التي حررت منذ أشهر، كذلك نفس الوضع الموجود في مدينة حيف. نعم، إذن يعني تم الإعلان عن إيقاف العمليات العسكرية بالحديدة من قبل الإمارات بعد أسبوعين تقريبا من إعلان تحريرها وتقدم القوات الحكومية، ما رأيك حول هذا الإعلان؟ والله من وجهة نظري أرى أن هذا الإعلان يعتبر إعلان كارثي معنى الكلمة. من أي ناحية؟ مثلا عندما تتم المعركة لم يتبقى إلا جزئية بسيطة، ويتم السيطرة على محافظة الحديدة على مدينة الحديدة بشكل عام يوم أو يومين، وكانت المعركة تحسم لصالح طرف الشرعية والتحالف. فجاء الخبر مفاجئ، يجب أن يوقع أن تقف العمليات العسكرية داخل محافظة الحديدة، على واستخدموا فيها الإطار أو الوضع الإنساني بأنه سيكون كارثة. الآن هذه تعتبر أكبر كارثة في تاريخ الإنسانية. فعند إيقاف هذه العمليات الآن ربما نشبه الحديدة بأنها ربما تصبح في الحلب. فالحوثيين بشكل عام مستحيل وألف مستحيل أنهم يسلمون منطقة إلا ويدمرونها بالكامل. فلاحظ أنهم اليوم يستخدمون البيوت داخل محافظة الحديدة وأخلوا السكان وأجلوا المواطنين منها وبنوا الخنادق واعتقلوا المواطنين، فبعض يعني لا يدرون أين وصلوا هؤلاء الناس، ولا أهاليهم لا يعلمون أين هم الآن، مخفيين. إذن يعني بعد التصعيد العسكري ثم الإيقاف ثم التصعيد ثم الإيقاف، كل ذلك يعني كما يقول مراقبون يضاعف الكلفة الإنسانية ويزيد من معاناة المدنيين في الحديدة، هل تتفق مع ذلك؟ طبعا هذا أكيد، يعني أتفق معهم 100%. فعند إيقاف العمليات نلاحظ أن تحدث تغيرات كبيرة على المستوى الميداني، فالذي داخل الأرض لا يعرف، يعني الذي خارج المنطقة لا يعرف ماذا يحدث داخل الأرض. فنلاحظ أن المواطنين يموتون بكميات كبيرة. فعندما لاحظت إحدى التصريحات لبعض القنوات أن هناك قتل بأعداد ضئيلة، فهذا لا أتفق معه أبدا. فيوجد هناك العديد من القتلى، ويوجد هناك العديد من الجرحى من جميع الأطراف طبعا، سواء على مستوى الحكومة الشرعية والتحالف أو على مستوى الحوثيين. فهذا يضعف من عملية الكارثة الإنسانية بشكل عام. إذن شكرا جزيلا لك عبد السلام مهيب الباحث وأحد أبناء مدينة الحديدة، كنت معنا عبر الهاتف. عودة إليك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني هل التحالف لا يعير التكلفة البشرية أدنى يعني اعتبار؟ خلال الأسبوع الماضي ربما قتل أكثر من 600 يمني، من سيتحمل كل هذه الدماء التي يسامون من أجلها أو يسامون بها من أجل مصالح سياسية؟ للأسف شديد يعني ما سمعناه من ضيفكم المتداخل يعني تحدث بمستوى عالي من الألم، وأن يعني أزمة الحديدة وما يعانيه الإنسان اليمني في الحديدة يفوق التصورات. للأسف شديد عمد الإخوة الأشقاء الذين استنقذ بهم اليمنيون في لحظة تاريخية فارقة
تعمدوا ويتعمدون وإلى هذه اللحظة وستدخل اليمن في السنة الخامسة من هذه الحرب الكارثية، وهناك تعمد واضح لامتهان الإنسان اليمني، وهناك تعمد واضح من قبل السعودية والإمارات على انتهاك سيادة اليمن. كل ذلك تسبب بأزمة كارثية كبرى. هذه الأزمة الكارثية الكبرى تلقي بتداعيات يعني خطيرة جدا على حياة اليمنيين. فبالتالي حقيقة المشهد في اليمن أصبح مشهد فوق التصورات، وهذه الأزمة التي أصبحت الأزمة الإنسانية الكبرى منذ 100 عام. هناك كلفة إنسانية كبرى، هذه الكلفة الإنسانية الكبرى إذا لم يكن هناك تحركا حقيقيا وإرادة سياسية واضحة من السعودية لإنهاء هذه التراجيدية القاتلة، حقيقة سيكون هناك هزيمة كبرى للسعودية تحديدا، وستخسر الحكومة الشرعية أو ممثلوها الذين لم يعد لديهم حضورا لا في العير ولا في النفر كما يقال، وأصبحوا أشبه بمعتقلين لا يهمهم إلا حياتهم اليومية. حقيقة هم أمام اختبار تاريخي، يعني هذا الاختبار التاريخي أو هذه اللحظة الفارقة يعني ستكشف كثير من الحقائق. يجب أن يسجلوا موقفا تاريخيا واضحا انتصر للإنسان اليمني. المؤسف جدا حقيقة أن يعني حتى الوزراء الذين ما زالوا في الشرعية إلى الآن وما زالت لديهم خط السيادة الوطنية واضحا لا يسمح لهم بالعودة إلى اليمن. يعني وزير الرياضة الذي كان قائدا لمعركة تحرير عدن نائف البكري ممنوع من العودة إلى عدن، والمؤسف جدا أن أمه ماتت قبل شهور ولم يتمكن ولم يسمح له بزيارة أمه والمشاركة في مراسم الدفن. نحن أمام حقيقة مشهدا يفوق التصورات ويفوق الوصف، يعني خرق كل الأعراف وكل القواعد الإنسانية والأخلاقية. حقيقة نحن نشك أن هذا تحالفا عربيا، لأن عادة الإنسان العربي الوفاء، عادة الإنسان العربي الكرم، عادة الإنسان العربي الشهامة. هناك عادات وقيم أصيلة جدا، للأسف الشديد لم يبقوا شيئا من قيم الإنسان العربي في الجاهلية. فبالتالي نحن أمام انتكاسة أخلاقية كبيرة جدا للتحالف في اليمن. يعني من يتحدث عن انتكاسة عسكرية ما إن تم فعلا توقف هذه المعركة، فالقوات الحكومية كانت قد قاربت على يعني إحكام الطوق على المدينة. وهناك من يقول بأن مجرد التوقف هو معناه فقط استعادة الحوثيين لالتقاط أنفاسهم، ترتيب صفوفهم، إعادة موضعهم أكثر. ولا شك يعني هنا ندرك تماما أن القرار هذا يتوافق مع الرؤية التي تقول أن الهدف من إطالة الحرب في اليمن ليس إسقاط الإنقلاب بقدر ما هو إنهاك المجتمع وإضعافه وإفراغ هذه الجغرافية في الساحل من السكان، بحيث أنه أن الناس سينفرون حينما تزداد معاناة الناس، سيفرون إلى المناطق الداخلية الجبلية، وبالتالي ستصبح هذه المنطقة كلها منطقة فارغة، وستصنع فيها الإمارات ما تشاء، ستزرع فيها الميليشيات وستعمل على عملية إحلال سكاني، وسيكون هناك تغيير شبه ديموغرافي لهذه المنطقة الحيوية. وهذا ربما يعني هو مؤشر خطير جدا على ومؤشر خطير جدا على مدى الأهداف المبطنة الخبيثة للتحالف لقوى الإمارات والسعودية في تقاسم النفوذ على الأرض وإعادة رسم جغرافية ديموغرافية جديدة على هذه المنطقة الحيوية المهمة في سواء في الساحل الغربي أو في عدن وما حولها والمناطق التي سيطروا عليها التي تمثل الشريط الساحلي وكذلك الجزر اليمنية. فبالتالي نحن أمام يعني استهداف واضح لسيادة اليمن، لتراب اليمن، لوحدة اليمن، للإنسان اليمني، استهداف كامل. ما يحصل في اليمن هو استهداف لكل الإنسانية إذا لم يكن هناك تحرك من القيادة الشرعية ولتعيد الاعتبار لأنفسها، تعيد الاعتبار للتاريخ. ستكون حقيقة هناك انتكاسة كبيرة جدا. الانتكاسة تبدأ من الانتكاسة الأخلاقية، من نقص التحالف بأهدافه المعلنة، وكذلك السكوت المذل الذي من القيادة الشرعية التي سيجعلها شريكة في هذه الجريمة الكبرى في اليمن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الباحث السياسي خالد عقلان، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.